بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله شرح مادة المساحة. هنبتدي في شابتر 1 البارت نمبر 2. في الجزء دوت إن شاء الله هنتكلم على تصنيف علم المساحة. في تصنيفين: primary classification or primary division أو التقسيم الأساسي، والسكندري كلاسيفيكيشن او التقسيم الثانوي. التقسيم الاساسي عبارة عن بلين سيرفينج وجيوديتك سيرفينج. البلين سيرفينج هيتعامل مع قطعة ارض مساحتها لا تزيد عن 250 كيلو متر مربع. طول ما انا بتعامل مع قطعة ارض مساحتها 250 كيلو متر مربع فأقل، فأنا شغال على البلين سيرفي. لو زادت يبقى عن 250 كيلو متر مربع يبقى أنا غصب عني لازم أتعامل مع الجيوديتك سيرفينج. طيب البلين سيرفينج كلنا عارفين إن شكل الأرض أقرب يكون إلى السفير، إلى الكرة، حتى تجاوزا إحنا بنقول الكرة الأرضية، لكن علميا هي ما هيش كرة، هنتعرف عليها فيما بعد. لكن في البلين سيرفينج جزء الكيرفيتشر انا بهمله في جميع حساباتي. كمان في البلين سيرفينج الاكيوريسي او الدقة اللي بتكون مطلوبة هنا ضعيفة الى حد ما، ولكن هذه الدقة تتناسب مع نوعية المساحة اللي انا بتعامل معها. البلين سيرفينج on an area of less than 250 كيلومتر مربع، بيقول لي في التعامل مع المساحة المستوية. خلي بالك دايما ان المساحة اللي هتكون بتتعامل حضرتك معاها اقل من 250 كيلومتر مربع. التصنيف الثاني اللي هو الجيوديتك سيرفينج او المساحة الجيوديسية. In geodetic surveying the curvature of the earth is taken into consideration. في الحالة ديت في المساحة الجيوديسية التقوس اللي موجود في الأرض دوت الكيرفيتشر لازم يؤخذ في الاعتبار. يؤخذ في الاعتبار يعني يعني في جميع حساباتي أنا هدخل الكيرفيتشر دوت وأشوف تأثيره على الإحداثيات هتطلع شكلها إيه. لكن لا تستخدم الجيوديتك سيرفينج إلا إذا كانت المساحة زي ما اتفقنا فيما سبق إن المساحة يجب أن تزيد عن 250 كيلو متر مربع. The line joining any two points considered as a curved line. في المساحة الجيوديسية أي نقطتين، لو عندي نقطة A ونقطة B، في الحقيقة أنا لما بوصل ما بينهم هما ما هوش خط مستقيم زي ما الناس متخيلة كده، ولكن هو جزء من كيرف. لان سطح الارض اصلا كيرف منحني كده، سطح الارض ما هوش ماشي استريت. بعدين في طبعا بعض الاجهزه الخاصه اللي بستخدمها للجيوديتك سيرفينج دوت، الدقه بتبقى عاليه في الحسابات الخاصه بالجيوديتك سيرفينج.